مساء الخير حضرات السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة النهاردة أحب الأول أعرفكم بنفسي. أنا الدكتور محمد رضوان، رئيس وحدة السمنة وعلاج السمنة الموضعية في مستشفى جامعة 6 أكتوبر. الحقيقة طبعا في كتير من اللي قاعدين هيقولوا إحنا سمعنا حلقات كتير قوي عن السمنة وعن مشاكل السمنة، وفي قنوات كتير ودكاترة كتيرة طلعوا اتكلموا على السمنة وعن التغذية وعن الرجيم وعن حاجات كتيرة قوي. طيب الحقيقة أنا النهاردة حابب إن أنا أقول حاجة مهمة تفيدنا كلنا. الموضوع اللي هحكي عنه النهاردة هو الدستور العالمي لعلاج السمنة بكل أنواعها. يعني إيه؟ يعني أي حد عنده سمنة، ايه الخطوات اللي اي دكتور او اي حد في المجال ده لازم يتبعها علشان يبدا يعالج المريض اللي جاي عنده سمنه. يعني ايه؟ يعني انا قاعد في البيت وعندي سمنه، اقول ايه؟ والله انا عايز اروح لدكتور يعمل لي شفط دهون، او انا عايز اروح لدكتور يركب لي بالونه، او انا عايز اروح لدكتور يعمل لي ريجيم. الحقيقه دي مش انا اللي حددها، انا كمواطن او كبيشنت او كمريض، لا، في جايد لاينز بتتعمل وبتتحط نقدر من خلالها الدكتور المختص هو اللي يوجهك ليها. عشان كده انا النهارده عايز اشرح لكم ايه هي الجايد لاينز دي، يعني ايه الخطوات اللي المفروض تتعمل ومن خلالها تروح في المكان الصح للدكتور الصح. اول حاجه علشان نقدر نعرف ايه هي السمنه، في معادله بسيطه قوي واكيد حضراتكم سمعتوا عنها، دي اي دكتور لازم يعملها وممكن حضراتكم تعملوها، اللي هي اللي بيسموها معادل كتلة الجسم أو الوزن بالكيلو جرام على الطول بالمتر المربع. المعادلة دي بتطلع بتجيب لي رقم، الرقم ده لو طلع من 20 إلى 25 يبقى أنت في الوزن الطبيعي. طيب يبقى خلاص ما تفكرش في موضوع الدايت أو مشاكل السمنة. لو لقينا إن المعادلة دي من فوق ال 25 لحد ال 30 يبقى انت بدأت في حاجة اسمها الأوفر ويت أو الوزن الزايد. لو عملت الوزن بالكيلو جرام على الطول بالمتر المربع ولقيت وزنك من 30 أو الرقم ده طلع من 30 ل 35 يبقى أنت عندك حاجة اسمها سمنة. من 35 ل 40 دخلنا في التايب 2 أوبيزيتي أو السمنة من الدرجة الثانية، فوق الأربعين دخلنا في السمنة المفرطة. لكل رقم نقدر نقول ليه طريقة، ليه استخدام، ليه علاج. يعني ما ينفعش حد المعدل كتلة الجسم بتاعه طلع من فوق ال 25 ل 30 ويجي يقول والله أنا عايز أعمل شفط دهون، أو أنا عايز أعمل تحويل مسار معدة، أو أنا عايز أركب بالونة معدة. ما ينفعش، ما يحددش هو. احنا نبدأ بالخطوات من 25 ل 30 يبقى انت عندك وزن زايد. يبقى في الحالة دي في ثلاث حاجات هيتعملوا لك: نظام غذائي، وهنقول النظام الغذائي بيعتمد على ايه، يعني مش اي نظام غذائي برضو. اول حاجة قلنا نظام غذائي، نمرة اتنين بيسموها الفيزيكال اكتيفيتي او النشاط الحركي. النشاط الحركي ده بيبدأ من اول ان انت تلف في الشقة، تطلع السلم، تنزل، تروح شغلك ماشي، تنزل محطة قبل ما تروح شغلك، تركن عربيتك بعيد، ده بيسموه الفيزيكال اكتيفيتي او النشاط الحركي، لحد بقى انواع الرياضات اللي هي متدرجة. نمرة ثلاثة حاجة اسمها تغيير النمط الحياة. تغيير نمط الحياة ده دايما بنسمعها بيقولوها حتى كتير قوي اللايف ستايل. حتى كتير قالوا لي يا دكتور يعني ايه هنغير اللايف ستايل؟ يعني هنغير حياتنا، نغير بيتنا، نغير شقتنا، نغير غير زوجي ولا غير مش تغيير نمط الحياة، ازاي تتعامل مع الحاجات اللي عندك بطريقة صحيحة، وبرضه هنحكي فيها. يبقى اتفقنا اللي من الرقم بتاعه من 25 ل 30 هنعمل له الثلاث حاجات دول. طيب نتكلم أول حاجة على إيه؟ الدايت أو الأكل أو النظام الغذائي. إيه الحاجات اللي الدكتور لازم يعملها علشان يحدد النظام الغذائي الصحيح بتاع البيشنت؟ في حاجة اسمها البودي كومبوزيشن أناليسيز، أو يعني تحديد مكونات الجسم من الداخل. أنا علشان أحدد لك نظامك الغذائي لازم أعرف من جوه جسمك إيه. يعني في حد يجي لي يبص لي يقول لي يا دكتور أنا لا عندي سمنة ولا لا بمجرد النظر؟ ما ينفعش بمجرد النظر، أقول له لازم أعرف من جوه جسمك فيه إيه.
يعني ايه؟ نسبة دهونك قد ايه؟ نسبة عضلاتك قد ايه؟ نسبة المية في جسمك قد ايه؟ تجمع الدهون بتاعتك داخل البطن اللي بيسموها دهون الأحشاء عاملة ازاي؟ لازم أعرف كمان معدل الحرق بتاعك، لازم أحب إن أنا أعرف كمان مقاساتك أو مقاساتك، يعني إيه المقاسات؟ حاجة اسمها قياس الوسط أو الخصر وقياس مقاس الأرداف، ودي تاني حاجة من الحاجات الأساسية اللي لازم نعرفها. طيب أنا الحقيقة هحب أوريكم حاجة اسمها البودي كومبوزيشن أناليسيز، أو اللي هي بنسميها الإنبودي. إيه الفكرة؟ ده جهاز بيقف البيشنت عليه، بحط الوزن والطول وبيطلع لي الجهاز الريبورت ده أو التقرير ده. التقرير ده لو حضراتكم ممكن تشوفوه هشرح لكم إيه هو التقرير ده. ده التقرير اللي ممكن من خلاله أعرف كل الحاجات اللي أنا قلتها لحضراتكم. يعني إيه؟ هعرف وزنك بالظبط، حتى بيحدد لي الوزن النت النهائي. نمرة 2، أعرف نسبة الدهون في جسمك كام، بالإضافة لأنه بيديني المفروض تكون دهونه في الجسم قد إيه. نمرة 3، هعرف كتلة الدهون، يعني عندك كام كيلو دهون في جسمك غير النسبة، كام كيلو دهون. نمرة 4، هعرف الكتلة العضلية بتاعتك قد ايه او بتاعتك قد ايه، يعني ايه، ودي مهمة قوي علشان ابقى عارف هل ادي لك بروتين اكتر، هل هدي لك نشويات اكتر، هل هتعامل معاك عشان الدهون. دي الحقيقة الريبورت اللي نقدر نتكلم عليه. الحقيقة كمان الريبورت ده بيديني ايه؟ بيديني حاجة اسمها الفيسرال فات او نسبة دهون الاحشاء، ودي نقطة مهمة قوي. يعني ايه نسبة دهون الاحشاء؟ يعني عندك كام كيلو دهون في البطن، ومن خلالها كمان بنقدر نعرف هل عندك دهون على الكبد، هل عندك مشكلة السكر. ليه؟ لأنه الدهون لما بتتجمع حوالين البنكرياس بتبدأ في البطن، تبدأ مقاومة الجسم للإنسولين. الجسم بيفرز إنسولين بس ما بيستجيبش الإنسولين ده للشغل بتاعه الحقيقي، إن هو ياخد الجلوكوز اللي في الدم ويحطه في الخلية. الحاجة التانية، عندي دهون على الكبد، هتلاقي إنزيمات الكبد عالية. كل ده بقدر أعرفه من إيه؟ من الجهاز ده او من الريبورت ده. بعد كده بيديني حاجة اسمها ايه؟ معدل الحرق. يعني ايه معدل الحرق؟ دايما بنسمع الكلمة دي، واحدة تيجي تقول يا دكتور انا بيقولوا لي انت معدل الحرق بتاعك ضعيف جدا ومفيش، يعني صعب، مش قادرين نخسسك لان معدل الحرق ضعيف. يعني ايه معدل الحرق؟ لازم نبقى فاهمينها عشان برضو لما تتقال لنا الكلمة دي وعند اي دكتور نبقى فاهمين يعني ايه معدل الحرق. معدل الحرق يعني انت بتاكل قد ايه من السعرات، والجسم بيستخدم كام في المية من هذه السعرات، وهل بيحتاج أكتر ولا أقل. يعني مثلا أنا جسمي بيحتاج 1500 سعر حراري في اليوم، طيب أنا باكل في اليوم 2000 سعر حراري، يبقى أنا الجسم استفاد من 1500، وال500 الباقيين دول عمل فيهم إيه؟ خزنهم. خزنهم بقى فين؟ في البطن، في الأرداف، في أي حتة. واحد تاني معدل الحرق بتاعه عالي قوي، يعني إيه؟ رياضي ونشيط وعنده حركة، بياخد 1500 سعر لكن جسمه محتاج 2000، هتلاقيه ايه؟ عنده نحافة. ليه؟ لان هو محتاج 2000 سعر حراري. هو ده فكرة معدل الحرق. طيب هل في حاجة اسمها ان انا ارفع معدل الحرق ولا يعني دي حاجة خلاص؟ معدل الحرق البطيء ده بيكون اسبابه يا اما الجسم جينات، هو جسمه كده، يا اما في عندنا معدل الحرق نتيجة للهرمونات وخاصة الغدة الدرقية اللي هو التي 3 والتي 4، بيكون قليل، في خمول في الغدة الدرقية. ممكن كمان موضوع الأدوية، في أدوية كتيرة بتخلي معدل الحرق قليل. زي إيه؟ الأدوية خصوصا اللي فيها كورتيزون، دي من الحاجات الكتيرة قوي اللي بنخاف لأنها بتقلل معدل الحرق. أدوية الكورتيزون، أدوية الحساسية، حبوب منع الحمل في بعض الأحيان اللي هي ليها علاقة بالهرمونات، دي برضو بتسبب مشاكل في معدلات الحرق. يبقى دلوقتي بدأ معدل الحرق كمان ايه؟ يقل من الأدوية دي. الحاجة التانية، في حاجات احنا بنعملها بتقلل لنا معدل الحرق بتاعنا. يعني ايه؟ في واحدة تقولك انا ما بقدرش افطر، اول ما تصحى خلاص تفضل بقى شغل البيت لحد ما تيجي على الساعة 6 وتبدأ تتغدى هي والولاد الساعة 6، ودي تبقى الوجبة الأساسية الأولى بعد ما صحيت منه. فطبعا دي من الحاجات اللي بتخلي معدل الحرق بطيء جدا. في ناس رجاله كتير
ما يفطروش غير حاجة بسيطة وينزلوا الشغل وينسوا نفسهم، يرجع الساعة 8 9 بالليل الوجبة الأساسية هي في اليوم، يقول لك أنا ما أكلتش غير الوجبة دي وبرغم كده بتخن، لأن الوجبة دي أنت أكلتها الجسم شعر بحاجة اسمها ستارفيشن يعني مجاعة. أنا هدي مثال بسيط قوي، إحنا لو أنا هفترض أنا معايا 100 جنيه، قالوا لي ال 100 جنيه دول هيقعدوا معاك الأسبوع مش هتاخد أكتر منهم، هل أنا هاجي النهاردة هروح صارف ال 100 جنيه؟ لا طبعًا، هروح صارف 10 جنيه وبكرة 5 جنيه وأقعد محافظ على المبالغ دي كلها. هي دي نفس الحكاية، الجسم أول ما بيجيله شعور إن أنت بتدخله في مجاعة يعني مش هتجيب له أكل، هيحصل له نفس الحكاية، يبدأ يخزن الكمية اللي أنت اديتها له في الجسم، يحطها فين بقى؟ يحولها لدهون ويركنها على جنب. في الستات بيركنها في البطن وبيركنها في الأرداف، وفي الرجالة غالبًا بيبقى في الكرش. يبقى ده ايه؟ موضوع معدل الحرق. طيب نيجي لحاجة تانية مهمة قوي، هي غير معدل الحرق. انا دلوقتي عملت دايت، هل ممكن من خلال الدايت ارفع معدل الحرق بتاعي؟ اه طبعا، لانه انا لما هبدأ اشوف بالورقة دي زي ما اتكلمنا معاكم، هشوف الورقة دي هلاقي فيها نسبة دهونك عالية، هفكر بقى ما اجي اعمل الدايت هقلل لك نسبة الدهون، لقيت نسبة الكتلة العضلية عندك عالية قوي لدرجة ان انت لو عملت لك تحليل يوريك اسيد لقيته عالي، يبقى انا مش لازم احط نسبة البروتينات اللي هي اللحوم والفراخ والبط والحمام الحاجات اللي هي زي دي، مش لازم احطها بنسبة عالية في البرنامج بتاعك، لا احط برنامج يميل الى الخضروات، يميل الى الفاكهة، يميل الى النشويات الصالحة. يبقى دي فكرة لما انا عملت الجهاز ده قدرت اعرف انت محتاج ايه او انت محتاج ايه. نيجي كمان من خلال الريبورت ده او الجهاز ده عرفت ان انت عندك مشكلة دهون البطن، يبقى انا لازم اعمل حسابي، هل انت الضغط بتاعك عالي؟ هل في عندك مشكلة سكر؟ هل في عندك مشكلة انزيمات الكبد متغيرة ولا لا؟ وبالتالي ابدأ اراجعها واعمل لك الريبورت ده كل شهر علشان اشوف دهون الاحشاء بقت عاملة ازاي، هل زادت؟ هل قلت؟ هل فعلا انا اشتغلت على الجزء ده ولا لا؟ معانا اتصال. في معانا ام محمد، اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا عندي ابني عنده 16 سنه يا دكتور. ايوه تمام، وعنده منطقه الصدر من فوق عاليه. ايوه حضرتك، يعني انا بعاني من الموضوع ده يمكن بقالي بتاع 6 7 سنين، وحضرتك ما بيلبسش لبس زي يعني زي الشباب، يعني لو احنا في عز الصيف حضرتك يلبس، ممكن يلبس بادي وعليه جاكيت عشان يداري صدره. وزنه قد ايه؟ نعم يا فندم. الوزن بتاعه قد ايه؟ الوزن بتاعه ده هو حضرتك كان تخين يعني في من حوالي بتاع يعني برضه نفس السنين كده، وبعد كده عمل ريجيم ولعب جيم وجسمه نزل خالص، يعني بقى دلوقتي حضرتك 61. وطوله؟ نعم. الطول بتاعه قد ايه؟ والطول يا فندم 65. 65. طيب اوكي يا ام محمد، انا هقول لك الموضوع. الحقيقه دي مشكله كبيره قوي بنقابلها اليومين دول، فعلا الشكوى دي بتجيلنا كتير، مش بس في الشباب اللي عندهم 16 سنه، لا وصلت للناس اللي عندهم عشرينات وثلاثينات. ايه اسباب زياده الصدر في الرجاله؟ الحقيقه السبب الاساسي هو تواجد كمية من الدهون اتخزنت في المكان الصدر، وده في الموقع الغير طبيعي، المفروض ان الدهون دي ما تتخزنش بالصورة دي في الشباب او في الرجالة، لكن ليه بتتخزن؟ الاول هو كان عنده سمنة، السمنة دي اكيد كانت نتيجة لاسباب دهون عالية كانت موجودة في كل الجسم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين اكيد ما كانش بيعمل رياضة في الفترة دي، كانت عادته غلط، قاعد قدام الكمبيوتر على طول، يبقى دلوقتي بقت عنده مشكلة في القعدة، مشكلة في نوعية الأكل، مشكلة في كمية الأكل اللي مليان دهون. على فكرة هنتكلم برضو يعني إيه مليان دهون. طيب أكمل لكم موضوع الصدر ده وبعد الاتصال الآخر. تفضلي أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا وزني تقريبا
من 115 ل 120. ايوه. وانا عندي تقريبا 45 سنه بشتكي من بطني كبيره جدا. ومش عارفه اعمل لها ايه، وما معيش امكانيات اروح لدكاتره وكده، وبعد كده بسمع ان الدكاتره بتقول امشي عشان تخسه. الطول بتاعك انا اساسا رجلي بتوجعني جدا، ما بقدرش امشي، رجلي وظهري وركبي ما بقدرش امشي، وبفشل اني اعمل ريجيم. ما بتعمليش ريجيم؟ وبعدين انا عايزه حضرتك حاجه تنزل لي بطني وحاجه تحرق لي الدهون. طيب خلاص. وتسد الشهيه. اوكي ماشي يا ام احمد، هقول لك. طيب هكمل الاول موضوع السؤال الاولاني للام محمد اللي قالت ابنها عنده 16 سنه والصدر عالي. اتفقنا ان نسبه الاكل فيها دهون كتيره، اتفقنا ان هو نوعيه الاكل واللي بيميل اغلبه الى الجانك فود اللي هي الحاجات الدليفري والكده، اغلبها دي بتبقى فراخ واغلبها من فراخ المزارع، فقد يكون في بعض الاحيان فيها نسبه شويه اللي هي هرمونات عشان تسرع شويه في بعض الاحيان، فلازم ان هو يقلل من الكميات اللي هي الجانك فود دي او اللي هي الفراخ البيضة بصوره عامه. الحاجه الثانيه انه بيلعب تمارين اللي هي بيسموها لتقويه عضله الصدر، بيفرد بالدمبلز ايديه ويرجعها، دي بتقوي العضله بتاعت الصدر. نمره ثلاثه الحقيقه يقلل كمان في دهون اللي هي بتاعه المعجنات اللي هي حاجات الفرن دي، اغلبها فيها زيوت وسمن اللي بيسموها هيدروجينيتد او مهدرجه، ودي من اكتر الدهون اللي موجوده. فلو عمل التقليل الثلاث حاجات دول وزود من البروتينات في اللحظه دي، يعني زود في اللحوم زود في الاسماك وبدا يعمل التمارين اللي قلنا عليها، هتقل كتير. في اخر حاجه بقى طبعا لما يكون حد سنه كبير وكده بنعمل له الحقيقه بعض الحاجات سواء الموضعيه او لو الحاجه زايده قوي بيبقى في حاجات للناس الكبار بتبقى في حاجات جراحيه تجميليه. بالنسبه لام احمد اللي هي بتشكي من البطن، وده هتخلينا ندخل لموضوع السمنه الموضعيه. هي بتقول انا عندي البطن زايده. علشان اي حد من اللي بيسمعنا يعرف هل هو عنده بطن زايده ولا لا، في عندنا برضو نرجع للاساس اللي هو الدستور العالمي عشان نقدر نفهم هل انا فعلا عندي بطن ولا هي دي سمنه كامله. في عندنا ثلاث اشكال من السيدات، يا اما السيده اللي هي بتبقى شكل التفاحه، او السيده اللي شكل الكمثرى، او في السيده اللي هي بتميل الى شكل الموز بالطول. التفاح بمعنى عندها سمنه في منطقه البطن او الخصر ومنطقه الارداف عاديه. ازاي تحسبها؟ بتجيب المتر وتقيس الوسط وتقيس الارداف. لو لقيت ان الرقم ده يعني ما بين 7/10 الى 8/10، يعني قسمت رقم الوسط على الهبس او الارداف ولقت الرقم ده من 7/10 ل 8/10، يبقى دي في تناسق، يبقى اذا هي ما عندهاش سمنه موضعيه، عندها سمنه عامه. لكن لو لقت ان الرقم ده يعني يميل الى 9/10 او 1 صحيح او اكتر من 1، يبقى عندها مشكله في البطن. لو لقت ان الرقم ده اقل من 7/10 او 6/10، يبقى عندها مشكله في الارداف. يبقى دلوقتي عرفنا كلنا نقدر نحسبها ازاي، هل انا عندي مشكله في البطن ولا عندي مشكله في الارداف. الشكل اللي هو التفاحه ده بتبقى مشكله البطن زايده قوي، وبنعمل لها ليها نظام. الشكل اللي موجود على هيئه الكمثرى برضو عندها مشكله في الارداف، ودي برضو بيبقى السيستم بتاعها مختلف. الشكل الثالث اللي هو الشكل اللي هو كله مقاس واحد اللي هو بالطول، ده بيسموه البنانا شيب. صح احسن مقاسات اللي هي بيسموها الساعه الرمليه او الاور جلاس، انه مقاس الصدر يساوي مقاس الارداف، والوسط يكون يعني تقريبا 3/4 الرقم، يعني حتى بيسموها ايه، يبقى عندها 94 68 94، 94 الصدر 68 الوسط 94 الارداف، ده الايديال. طيب تعمل ايه الست اللي عندها بطن زي حاله ام احمد اللي اتكلمتنا؟ البطن اساسها حاجه اللي هي الايه، الدهون. لازم انها تقلل من الدهون، وزي ما اتفقنا لازم تمشي،
ورقم ثلاثة لو أنا عملت لها البروجرام ده ولقيت إن الكتلة العضلية كمان زايدة، يبقى هي دي كانت نتيجة لإيه؟ لأنها كمية الأكل بتاعتها كتير. يبقى في الحالة دي هشتغل على حاجتين، هقللها كمية الأكل وهقللها الدهون. لكن لو كانت الكتلة العضلية مش كتيرة يبقى هي بس مشكلة دهون، وبالتالي هعتبر أو الكونسيدر موضوع تقليل الدهون الضارة في الأكل عندها. الحاجة الثالثة لو كانت عندها مشكلة في الأرداف فقط بالمعادلة اللي عملناها، يبقى الأساس في أكلها إن أنا هقلل الدهون وزود نسبة البروتين في الأكل علشان أقوي العضلة اللي هي بيسموها الباتوكس والعضلة بتاعة الهيبس أو الأرداف، وبالتالي هنشد العضلة ونحرق الدهون. زائد بقى موضوع الجلسات أو السمنة الموضعية بالجلسات، دي برضو هنتطرق ليها لأنه الحوار تقريبا حصل على موضوع البطن والصدر. الناس بدأت تتكلم عن حاجة اسمها سمنة موضعية. السمنة الموضعية دي حاجة، والسمنة العامة من ضمنها مشاكل عدم التناسق. مشكلة في البطن يبقى بنستخدم بعد ما استخدمنا الدايت المناسب، بعد ما استخدمنا الرياضة بنستخدم حاجة اسمها الالترا ساوند كافيتيشن. دي بعض الأجهزة المعترف بيها اللي بتستخدم علشان أعمل إثابة للدهون بتاعة البطن، وبعديها أبدأ أعمل حاجة اسمها درينج أو تصريف للدهون. في أجهزة يعني بتخش على ثلاث خطوات، الخطوة الأولى إذابة الدهون باستخدام الألترا ساوند كافيتيشن، الخطوة الثانية بنعمل حاجة اسمها الدرينج اللي هي إزاي نصرف الدهون دي من خلال بعض الأجهزة، الخطوة الثالثة اللي هي بنعمل حاجة اسمها تنبيه للعضلات أو ماسل استيميوليشن علشان لما نبدأ ننبه العضلات نقدر نشد البطن، لأن بتكون مشكلة البطن هي في العضلات. طب نيجي لحاجة مهمة، بعض الأسئلة اللي جات لنا برضو عن طريق الاس ام اس. أخت بتقول إن وزني 120، عملت ريجيم صار وزني 68 وطولي 158، هل هذا الوزن جيد والوزن ثابت لمدة 3 شهور؟ الحقيقة هي دلوقتي وزنها 68 والطول 158، يبقى يعني هنقسم ال 58 على 1.58 اللي هي بالمتر المربع. هنلاحظ انها اعتقد هنا مش هتعدي ال 25 بصورة كبيرة، يعني هي في الحقيقة تعتبر وصلت إلى الوزن المناسب، وأنا بقول لها حافظي بقى على الوزن ده لأنه كانت 120 ووصلت ل 68، فبرافو عليها، فهنا البودي ماس اندكس بتاعها كويس. نفس الحكاية برضو إن وزني 68 وطولي 157، هل هناك وزن زايد؟ عايزة أعمل رجيم سهل ينزلني كيلو واحد بالأسبوع. هي وزنها 68 وطولها 157، هي محتاجة تنزل لها بتاع 3-4 كيلو علشان تبقى البودي ماس اندكس بتاعها 5، هو اعلى حاجه في النورمال في الطبيعي. احنا ال 20 ل 25 هو النورمال، هي هتبقى في العالي بتاع النورمال. عايزه ريجيم ينزل لها كيلو واحد في الاسبوع. الحقيقه كنت عايز اعرف هل ال 3-4 كيلو اللي عندك دول من الدهون ولا الكتله العضليه ولا ميه؟ من خلال ايه؟ زي ما اتفقنا الجهاز اللي احنا بنعمله نطلع فيه نسبة الدهون ونسبة العضلات. هل انا عايز انزل الثلاثة كيلو دول من الدهون ولا عايز انزلهم من العضلات ولا من المية؟ هو دي اهم حاجة. طيب نستأذنكم ناخد فاصل ونرجع وخليكم معنا.